كمان في سؤال جاي لنا عن الحفاضات الاطفال، وبيحصل دايما التهاب شويه في الصيف زياده، وفي امهات كتير بتقلق من الموضوع ده، وبرضو بيبقى بيحصل لون يعني برضو بقع حمراء احيانا بيسموها الورديه في بعض الاحيان، برضو الناس بتسال على القصه دي يتعاملوا معاها ازاي. مشكله الحفاضات دي مشكله ظهرت حديثا في اخر 20 30 سنه. كواليتي وقالب بتاعت الحاجه من ساعه ما ظهرت الحفاضات الصناعيه. كان زمان في حاجه اسمها كفول القطن. فكانت الام تحط كفول، اول ما تتبل تشيلها وتنشف وتحط، فما كانش بيحصل تبقى حفاظات. الحفاظات بقى لما ظهرت دي حاجات صناعيه كلها في مواد صناعيه. وللاسف الامهات بيلبسوها الاولاد ويسيبوها طول اليوم. فطبعا في بتنزل يعني فضلات في ميه. فدي بتفضل كاتمها طول اليوم. فالحاجات المواد دي باملاحها باسمومها بتعمل التهابات، وبتبقى التهابات مؤلمه. فانا كل ما اطلبه من الامهات، اذا كنت حضرتك قاعده في البيت ما فيش داعي الطفل الصغير ده او الطفله تلبسيه اللي هو الحفاظات. تمام؟ البسه كفولات قطن. كل الناس عندها غسالات دلوقتي، انت مش هتتعبي يعني. انت بتغيري وتغسليه وتنشفيه. فالتجفيف المستمر مع تقليل عدد ساعات ارتداء الحفاظات ده بيمنع الالتهابات اللي سيادتك بتتكلم عليها. انما اذا حصلت طبعا، انا حتى كنت نازل على صفحتي من كام يوم كده تركيبه كويسه قوي الناس تخش عليها وتشوفها من يومين. دي تركيبه بتعمل في الصيدليه، ما فيهاش كورتيزون ولا اي حاجات مؤلمه، بنرجها بنحطها الصبح وبالليل بتمنع التهابات وبيتعالجها من غير ما اخش في مشاكل يعني. جميل جدا. اخر سؤال معلش اسقطنا حضرتك، البعض بيقول انه بيحصل احيانا زي يعني بقع ورديه، والبعض بيخلط منها بين حب الشباب. ايه الفرق؟ انا مش عارف، ما فهمتش قوي برضو. ده مرض جلدي اسمه الورديه او روزيشيا. ده عاده نسبه اصابه البنات والسيدات بنسبه اعلى من الرجال. يعني ممكن يجي للرجال بس نادر جدا، انما عاده يجي للسيدات في سن الاربعينات تقريبا. وبيكون حبوب احيانا تشبه حب الشباب، وممكن لو الدكتور يعني مش قديم قوي يعتقد انه حب شباب. انما ده ملوش دعوه بحب الشباب، وليه علاجات مخصوص، بس طبعا ما ينفعش اقولها كده على الهواء. بس اهم حاجه ليه؟ عشان ما حدش ياخدها من ادويه. فانا قلتها دلوقتي هتبقى اعلان على الادويه. ماشي. انما اهم حاجه بالنسبه لنا على الصفحه. نعم. ان شاء الله صفحه حضرتك ان شاء الله. طبعاً. انما مهم قوي للسيدات دول المصابين بالورديه انه ما يتعرضش للشمس ولا تقف قدام الفرن. الحراره الشديده وعشان الشمس بتزودها، فبيقول للمصاب بالورديه ابعد عن الشمس وابعد عن مصادر الحراره. وفي ناس بتتلخبط بين النخاله الورديه والورديه. ده مرض وده مرض خالص. الورديه انا وصفتها، النخاله الورديه مرض بيجي في الجسم علاقه التهابات صغيره بيقعد 3 4 اسابيع بيخف. فناس كتير تقول لي انا عندي النخاله الورديه، وقصدها الورديه. الورديه بتيجي في الوش فقط ولا تصيب الجسم. النخاله الورديه بتصيب الجسم وما بتجيش في الوش.